في هذا البيت الطاهر، بيت النبوة، بيت الوحي والرسالة. ولذلك لا يستغرب الإنسان أن تخرجت بهذا المستوى الرفيع من الخلق والإيمان والعفة والطهارة، حتى قال العلماء بأنها نالت العصمة الصغرى. العصمة الصغرى بمعنى العصمة العملية. هذه السيدة العظيمة من أي جانب يستطيع الإنسان يتحدث عنها فيحتاج إلى وقت طويل حقيقة. وما أحوجنا في هذه الأزمنة، خصوصا في هذه الليلة التي نتحدث فيها حول العنوان المعلن تراجع ظاهرة الالتزام الديني في المجتمع، ما أحوجنا لمثل هذه القدوات في حياتنا أن نتعرف على هذه المرأة العظيمة لكي تكون أسوة وقدوة، تتعرف عليه المرأة المسلمة لتكون لها قدوة وأسوة، ويتعرف عليها الإنسان المسلم لكي يتزود من إيمانها وتصديقها وعفتها وعلمها صلوات الله وسلامه عليها في كل الجوانب. لا أريد أن أستفيد بالحديث، ولكن حقيقة واحد من الأسباب لعله من أسباب تراجع حالة الالتزام الديني هو هذا الانفصام الثقافي بيننا وبين هذه الرموز. اليوم إذا نحدد أبنائنا ونسألهم عن قدواتهم، أو بناتنا نسأل عن قدواتهم من تعرف في هذه الحياة، لم استغرب إذا ذكرت ممثلات ومغنيات ولعله آخر من تذكر أمثال هذه السيدات الطاهرات سيدات نساء العالمين. وليس الذنب ذنب الأبناء، وإنما الذنب ذنب الآباء، ذنب المجتمع الذي لم يقدم هذه القدوات بصورة صحيحة، ولم يوصل الفكرة الكاملة عن هذه الشخصيات لكي يتخذها الأبناء قدوة ويتخذوها أسوة. أذكر قضية واحدة وهي ما نعاني منه في هذه الأزمنة، قضية الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة. عندما نقرأ عن الزهراء وعن زينب عليه السلام في هذه المسألة، نكاد أن نقيس ما بين الثرى والثريا، ما بين السماوات والأرض، بين ما تتحدث عنه الزهراء وما تجسده زينب عليه السلام في الحجاب والعفة، وبين ما هو موجود اليوم في أزمنتنا. ينقل المازني أحد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام يقول: جاورت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لعدة سنوات في البيت الذي تعيش فيه زينب، سنوات عديدة. يقول: فلا والله لا، ما رأيت لها ظلا ولا سمعت لها صوتا. مو ما رأيت شخصا، لا، ظل، ظل زينب ما رأيت ولا سمعت لها صوتا. وتخرج إلى زيارة قبر جدها في الليل، أمير المؤمنين أمامها، الحسن عن يمينها، الحسين عن شمالها، ويعمد أمير المؤمنين إلى أطفاء المصابيح والأضوية. يسأل الإمام الحسن لماذا؟ يقول: حتى لا يرى أحد شخص زينب عليه السلام. ولنا بعد ذلك أن نقيس أين نحن من تلك الرموز وتلك الشخصيات. وحجابها ما منعها من الحضور والمساهمة وأداء والقيام بالتكليف والدور، لأنه الآن من الشبهات أن الحجاب يمنع المرأة. زينب كانت حاضرة، زينب بطلة كربلاء، زينب النصف الآخر من الثورة الحسينية
الذي أكمل الثورة ونقل وثبت هذه الثورة ونقل أهدافها وساهم في إسقاط الظالمين. أبدا ما كان الحجاب يوم من الأيام عائق أو مانع أمام المرأة المسلمة أن تقوم بدورها. ولذلك ما أحوجنا في مثل هذه الأيام إلى استذكار تلك الشخصيات العظيمة واستلهام الروح والإيمان منها. في هذه الليلة كما أعلننا في البرنامج عنوان الندوة هو تراجع ظاهرة الالتزام الديني، وهذا أمر تقريبا من الأمور الواضحة. اليوم إذا نتحدث عن هذه القاعة المباركة المتواضعة ونرى هذا الحضور المبارك رغم الشكر للحاضرين، ولكن من الواضح أن هناك غياب واضح في المراكز الإسلامية. اليوم أي برنامج ديني تشعر بضعف البرنامج، عزوف عن الحضور، يكاد يكون الحاضرون المشاركون هم نفس الوجوه الصامدة الصابرة الثابتة المرابطة. أما هناك كثير من الأفراد انسحبوا وانكثروا. ظاهرة الالتزام في الشارع الإسلامي أيضا هناك تراجع في كثير من المظاهر والقضايا. ولذلك نحن نريد أن نبحث في هذه الليلة عن أسباب هذا التراجع وسبل العلاج، توصيات ومقترحات كيف يمكن أن نعيد الوهج ونعيد الروح لظاهرة الالتزام الديني والقيام بالتكليف الشرعي وإكمال المسيرة. المتحدثين أخوين عزيزين كريمين معروفين في المؤسسة وفي المجتمع، سماحة الشيخ الدكتور عبد الزهر البندر أبو نبوغ والأخت الكريمة ندى الشمري أم نور الدين، وهما غنيان عن التعريف. ادعوهما إلى المنصة ونستقبلهما بالصلاة على محمد وآل محمد. أختنا نور الدين أخبرتني سابقاً، قالت حقيقة سماحة الدكتور الشيخ هو أستاذي، ولذلك طلبت مني في مقابل هذا أن تكون هي المتحدثة الأولى أمام الأستاذ حتى يلقى لها ما تقول. وإن شاء الله عندها الكثير، والكلمة التالية تكون إلى سماحة الشيخ. وأيضاً من باب ladies first يعني يقدمون السيدات إن شاء الله. الكلمة لأختنا نور الدين. شكراً جزيلاً، وشكراً جزيلاً للشيخ والدكتور وكذلك للدكتور نبوغ، لأنه حقيقة أنا تلميذ أمام الدكتور، أمام عملاق كبير منذ السنوات الثمانين، ونحن في الحجيرة نستفيد من هذا الإنسان الكريم الفاضل بعلمه. شكراً جزيلاً. لا أحد أغيرك لأنه أجلس وياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك لكم الأخوة الكرام الأخوات الكريمات ولادة عقيلة بني هاشم، ولادة الزهرة الجميلة التي عطرت الكون في ولادتها وفي مصائبها. كانت لنا درسا عظيما تقتفي السيدات على اثره ان شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذه الحقيقه المهمه التي يغفلها اكثر الناس هي حقيقة تشكل التوازن الطبيعي في بناء شخصية الإنسان. وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شخصية الإنسان تتوازن في هذه الآية الكريمة التي هي تعطي القانون لبناء الإنسان، شخصيته، كلامه،
أفعاله، سلوكه، عواطفه تتوازن من خلال عبادته لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو خالق الإنسان وهو أعرف بالإنسان ماذا يحتاج لكي يكون متوازن ومستقيما. وكذلك تتوازن هذه الشخصية مع علاقتها بالله سبحانه وتعالى، ومع علاقتها مع الإنسان الآخر ومع الطبيعة. إذا أريد أن أقرب القضية في خلق الإنسان وعبادة، العبادة ما مفروض على الإنسان، العبادة هي للإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لعبادة الإنسان. مثلاً إذا مثلناها، إذا نأخذ نعيش في لوحة جميلة جميعنا، كأنما دعينا إلى مخيم، وفي هذا المخيم أريد منا أن نستمتع بكل ما فيه من ملاذ، من أكل، من فاكهة، من ملابس، من مناظر، لكن قالوا لنا هناك بعض هذه المآكل والفاكهة قد تسبب لنا نوع من الأمراض، وبعض هذه الملابس مع أنه كثرتها كلها نقدر نستطيع أن نستعملها، لكن بعض هذه الملابس أو الملابس تسبب لنا تقرح، هل يمكننا أن نستفيد منها؟ بالطبع لا. العقل البديهة، المنطق، ترفض أن ترفض وتحكم الإنسان أن لا يستعمل هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى أيضا خلق أن كل القوانين والموازين، لكن هناك أمور ما نقدر نستعملها، فلماذا يستعملها الإنسان؟ يبدو أن الإنسان مادي بفكره، بسلوكه، بعواطفه مادي، لا يستطيع أن يتمثل الغيبيات. التراجع الديني أو السير إلى الانحراف هي ليست قضية جديدة، هي تزامنت منذ ولادة الإنسان على الأرض، منذ أن حسد قابيل أخيه هابيل ولم يقنع. هاي الكلمة كلش مهمة في حياة الإنسان، القناعة، لم يقنع بما لديه ولذلك انحرف ثم قتله. الانحراف والنزول والهبوط بالمستوى الديني هي تتوالد مع العصور، ما دام موجود الحق، ما دام موجود يوجد الباطل أيضا، توجد نزوات وتوجد نزعات. لذلك يصنف الباحثون السير نحو الانحراف بعوامله إلى عاملين، قسمين. القسم الأول هي عوامل ذاتية، يعني تختص بالإنسان فقط، وعوامل اجتماعية. العوامل الذاتية هي مثلا الانحراف عن الفطرة التي الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجبله على فطرة سليمة، أوجد فيه الفطرة السليمة التي لا يشوبها شيء إلا إذا هو الإنسان تربى على شيء آخر. لذلك الانحراف عن ما فطره الله سبحانه وتعالى هذا عامل، هذه نقطة مهمة. ثم اتباع الهوى، الإنسان يقال إنه المؤمن ملجم، يعني الإنسان المؤمن الذي يسير مع إرادة الله سبحانه وتعالى لا يشرق ولا يغرب بتصرفاته وأفعاله وأقواله، هذه العبارة دائما نرددها، لا يجلس من الصباح وما يدري شو يسوي، كيف يروح منا يجي منا يتكلم كذا، هذه لا، كل تصرفاته هي موزونة ومحكومة ومقيدة بخمس أفعال، يا إما هو يعمل الحرام من خلال هاي تصرفاته، يا إما يعمل الحلال، يا إما يعمل المستحب، يا إما يعمل المكروه، يا إما يعمل المباح. فأين هذا التصرف الذي أتصرفه أنا يتقيد بهذه القيود؟ لذلك ضعف الإيمان أيضا، اتباع الهوى يجعل الإيمان ضعيف، ثم ينحدر إلى أن يصبح الإنسان قريب إلى الهاوية بسبب عدم معرفة الإنسان لكنهه، حقيقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها،
هو ينحرف ويتبع الهوى. ولذلك جاء في الحديث الشريف: من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذا الحديث الشريف، إذا أنا عرفت شنو هذا الإنسان، شنو ليش تكون هذا الإنسان، سبب خلقة هذا الإنسان، الهدف من وجوده على هذه الأرض، سوف يعرف الله سبحانه وتعالى ولا يحيد عنه. النقطة الأخرى هي الاجتماعية، أول مرة ذاتيا مثل ما صنفها الباحثين، بعدين الاجتماعية، وقسم من الباحثين يطلقون عليها بالخارجية، يعني خارج الإنسان مو هو وهي ذاته. تتمثل بالأسرة، وهي اللبنة الأساسية في تكوين شخصية الطفل، شخصية الإنسان. الإنسان ما ينولد منحرف، فرعون مثلا، صدام من ولد منحرف، لكن هذه الشخصية بعدين تبنى على وسائل بعيدة عن الله سبحانه وتعالى فتنحرف، لا تتقيد بقيد الإرادة الإلهية فتنحرف. المدرسة، المدرسة ليست مجرد جدران أو صف، أو المدرسة هي ثقافة، المدرسة هي تربية وتعليم، ولذلك يقال وزارة التربية والتعليم، ليست فقط تعليم، تربية زائد تعليم. المدرسة إذن هي منهج، أين المنهج؟ في المدرسة ضائع. المدرسة هي معلم قدوة، أين القدوة؟ إذا المعلم هو تعبان، إذا المعلم هو ما باني نفسه، كيف يستطيع أن يبني جيل؟ فإذا المدرسة تشكل النقطة الثانية والعامل الآخر من الخارجية. النقطة الأخرى هي المحيط والمجتمع. إذا المجتمع لم يحتكم بحكم الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد أي محاسبة، ولا يوجد انضباط، ولا يوجد أي شيء، لذلك يشرق ويغرب الإنسان كيفما يريد، وتكثر الانحرافات وتكثر السرقة وغيرها. بشكل عام المنافذ التي تساعد على انحراف الإنسان هي أربعة: الفقر تساعد على انحراف الإنسان، ولذلك قال الإمام علي عليه السلام: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويعرجون بعض المفسرين على الحديث على نوعين، لكن احنا ما نريد ندخل. اذا الفقر، الحرمان، الجهل، بعض الاحيان الجهل بسبب هو عدم ذهاب الانسان لمعرفه الشيء، وبعض الاحيان لا، الجهل هو جهل بالشيء حقيقة. والفراغ، الفراغ المبتلى به هسه الإنسان، الفراغ المبتلى الآن به الشاب، هو يولد الانحراف، السير نحو الانحراف. لذلك حينما أريد أن آخذ شيء، مثلا الإنسان دائما من أتكلم عن الأسرة، كل شيء أوجهه للأسرة، من أريد آخذ شيء من طفل يضرب، لازم أكو شيء أمامه، لازم أكو أمر آخر بديل إليه. إذن الفراغ يولد أيضاً الانحراف. إذا انتقل إلى واقعنا العملي، إحنا طبعاً دائماً ننتقل بالموضوع إلى الواقع العملي، ونظرنا إلى حولنا، كل إنسان يجد كثير من المفردات التي تساهم بالانحراف، وهي نفسها أيضاً تساهم بالبناء. المفردة الأولى والمهمة هي القدوة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن نقتدي بالرسول، لكن لا نسير على خطوات الرسول، لا نعمل بما يقوله الرسول، لا نسلك بما يريده الرسول. إذا توجهنا إلى كربلاء الحسين عليه السلام، كربلاء الحسين بعظمتها أنا شاهدت عليها عامياً، أشوف ليلة ولادة الإمام الحجة، كربلاء تغص بالناس وما تستطيع أن تسير في شوارعها، لكن مجاميع من الشباب لازمين تفوف ويغنون ويرقصون للأسف الشديد. كربلاء الحسين في ليلة ولادة الإمام المنتظر، ها
هذه تربية لو لا، هذا بناء لو لا، هذا سير إلى الانحراف لو لا. إذن القدوة جدا مهمة في بناء الإنسان. القدوة للطفل هم الآباء، الأب والأم، الوالدين. على الوالد والوالدة كليهما أن ما يكسرون القدوة في شخصية الطفل، حتى لو أنا عندي مؤاخذات على الطرف الثاني ما يخالف، أنا أتكلم ويا الطرف الآخر ويا الزوج، أو إذا أنا كنت زوج ويا الزوجة بعيد عن الأطفال، لكن لا أهدم القدوة في نظر الأطفال. ليش؟ لأنه دا أهدم الشخصية اللي دا أبديها في هذا الطفل، الشخصية البناءة في الطفل. بعض الأحيان الأب أصلاً لا شيء عند الزوجة أمام أطفالها، وبعض الأحيان الزوجة هي تخاف من الزوج. أنا لاحظت واحدة من البنات من يخرج زوجها تكلمت ويا أولادها بالتليفون، نزلت عليهم حضيض للأسف الشديد. قال ليش ماما؟ هذا يعني هذا القدوة ما تهدمين شخص، تيجي تهدمين طفل. فإذا كون أراعي، أحترم الزوجة حتى الزوجة أيضا تحترمني، حتى أبني شخصية الطفل. بعض الأحيان القدوة للكبار أيضا شخصيات كثيرة، بعض الأحيان خطباء أو علماء. إذا أنا قعدت أمام أولادي وتكلمت عليهم وداهدم القدوة في نظرهم، بعدين أطلب منهم أن يكونون ناس صالحين. إذا أنا هدمت في ركن جدا أساسي، كيف أطلب منهم؟ النقطة الأخرى اللي نلاحظها كليتنا هي المحن والابتلاءات. المحن والابتلاءات تشكل ضغوطات على الإنسان وتخليه يصير يا إما، شوف يا إما بين نقطتين، أنا قلت هاي النقاط، يا إما تهدم يا إما تبني. يا إما هذا الإنسان يستفيد منها إيجابيا، طاقة إيجابية يأخذ منها، يا إما طاقة هدامة. مثل اليتم، إذا فقد الإنسان عزيز عليه أحد الأبوين، يا إما تكون هذه طاقة بناءة ويعتمد على نفسه ويقوي علاقته بالله سبحانه وتعالى أكثر ويشعر بمعاناة الآخرين، يا إما لا توصل إلى النقمة ويحاول يصل إلى الجريمة، لأنه فقد فد معيل إلى فد قدوة إلى فقدها فيصل إلى الجريمة. أو المرض كمثال، المرض بعض الأحيان يصفر شخصية الإنسان وبعض الأحيان يهدم شخصية الإنسان. أنا أذكر يذكرون أهلنا الكبار أنه واحد من الشياب ابتلى بمرض السل، فكان في ذاك الزمان يقولون أنه أكو مثل التانكيات بيها ماء بالشارع والناس تشرب منها، فيدفل بهذا، يبسط العفو بهذا المي ويقول له لله يرفع رأس السماء، يقول له كما ابتليتني بهذا المرض فالباقين هم يبتلون. إذن بعض المحن تبني شخصية الإنسان، وبعض الأحيان هو يخليها تهدم ما فيه. الفقر العاطفي نقطة فيش مهمة كليتنا، يقال هناك إحصائية تقول 90% من الناس عندهم فقر عاطفي، عندهم فراغ عاطفي. يا إما هذه نتجت من الطفولة، ما اكتفى بها الطفل، ما شبع منها. كل الناس يحبون أولادهم، مثلاً خلينا نقول على الناس اللي يتعاملون معاملة زينة، مو العصبيين، مو اللي يضربون، مو لا، كل الناس يحبون أطفالهم، لكن مو كل الأطفال يعرفون آبائهم يحبوهم. ليش؟ لأنه الطفل ما يعرف الحب إلا بالمعاملة، إلا بالكلمة الحلوة، إلا بالابتسامة، إلا بالعناق، إلا بالقبلة. هذه اللي يعرف الطفل. أما أنه أنا أحب طفلي بس بدون ما أسوي، مرة واحد من الأخوان يقول أنا صمم على طفلي، ما يصير. شلون أنا أبني الحب؟ مثل ما أنا أشبهها هيك، مثل ما الصلاة هي جزء مهم وترافق الإنسان منذ ولادته إلى مماته، من ينولد يؤذن في ويقام في أذنيه، ومن يموت يصلى عليه، يعني ترافقه من الولادة إلى الممات. الحب كذلك، لكن إذا انهدم هذا
هذا الركن الأساسي شنو يبقى؟ يبقى انتقام، يبقى حقد وكراهية. بالنسبة للكبار، هاي بالنسبة للأطفال، بالنسبة للكبار شنو تغير إذا الزوج يسمع كلمة لطيفة إلى زوجته؟ شنو تغير؟ بعض الأحيان أكون أنا دائما من أقعد ويا الشباب أسألهم، بعض الشباب يقول أخاف تستغلني الزوجة، تستغلني المرأة. أنت ابدي العطاء، العطاء كرم، أنت ابدي العطاء ثم انظر إذا أكو هناك استغلال. وأحياناً بالعكس الزوجة تستغل حقيقة، لأنه القانون هي هنانة، يا إما هي الزوجة مظلومة في بلداننا يا إما هي ظالمة هنا في هذه البلدان، تلجأ للقانون راح يعطوها بيته راح يعطوها راتب. للأسف الشديد ما في توازن. من النقاط الأخرى أنا راح أسأل من النقاط الأخرى هو عدم التوازن في التربية. بعض الآباء والأمهات إذا شوفوهم يعني يعطي حنان لابنه كثير، لكن في وقت المحاسبة هو ما يحاسبه، في وقت يا إما شدة يا إما لين يا إما ماكو توازن. الاختلاف في الرؤى بين الأبوين، ولذلك كلش مهم الإنسان من يختار الزوجة يجب أن يختارها أنه هو يتوافق وياها فكرياً، عقائدياً، بالثقافة، متقاربين، مو متساويين 100%، لكن متقاربين حتى يعرفون. إذا عرفوا الهدف من هذا الزواج، من هذه الأسرة اللي الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إذا عرف الهدف الشاب من الزواج راح يعرف انه كيف يستطيع ان يختار الزوجه او الزوجه او البنت كيف تختار الزوج لكي يربوا يبنوا اسره سعيده. احيانا نحن عندنا تنظير اكثر من العمل، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. عندنا هواي كلام ننظر لأولادنا نقول لهم لا تسوون كذا لا تسوون، بس احنا نسوي. هذا يعني هذا هدم وهذا سير لعدم التوازن ثم للانحراف. النقطة الأخرى هناك هذه النقاط يستطيع الإنسان أن هو يسيطر عليها ويجعلها في مواضع بناءة أو لا ما يسيطر عليها ويجعلها في مواضع هدامة. لكن هناك أمور كثيرة أخرى لا يستطيع الإنسان وحده، هذه تحتاج إلى دولة، إلى مؤسسات، إلى مجمع خطباء مبلغين، زين، وكل هذه أيضا يحتاجون إلى معرفة الهدف الأساسي من بناء الإنسان كي لا يسير للانحراف. الإعلام المشوه هاي نقطة أخرى، وخاصة في ظل انفتاح التكنولوجيا الإعلام المشوه المسموم الهدام، هذا الإعلام قام يشوه القدوة. إذا يعني تلاحظون يمكن كثير منكم ما راضين على كعراقيين مثلا على الحكم بالعراق، لكن مو كل الحكام مزينين، مو كل الحكام فاقدين للأهلية والشرعية، لكن من يطلع الإعلام ويقول بادونا باسم الدين بادونا الحرامية كلنا نأيد هذا الشيء. إذا هذا يعني هذا تفكير، هذا تشويه من قبل الإعلام. يعني إذا خليت قلبت، لا حد يقول لي ماكو، لا، إذا خليت قلبت، زين، لازم أكو، ماكو. يعني إحنا كأسرة، احنا كمجتمع عراقي، جالية عراقية، الاخوات هناك من برا يقولون لا ماكو، زين، احنا كجالية عراقية كليتنا زينين؟ ما اقدر اقول هذا الشيء. كليتنا مو زينين؟ ما اقدر اقول هذا الشيء. اذا ما اقدر احكم، لان الاعلام دا يغسل دماغي ودا يوصلني الى العقل الجمعي ودا يخليني اختار مفردات والفاظ وتفكير ورؤى هو كيف. لا، ما هو هذا الشيء. زين، حتى يشوه الاسره، الاعلام مو بس يشوه الحكام، يشوه الاسره.
تلاحظون النكت اللي تطلع عن الزوج والزوجة وبدها بكثرة. زين أنا أقرأ بعض الأحيان وأشوف مثلا نكتة من النكات، الزوجة تقول للزوج: زوج لازم جريدة دا يقرأ بيها، يوم هي عندها جريدة الصباح لازم يقرأها، فتقول له: يا ليتني يا ريت لو كنت جريدة حتى تطلع فيها. فهو شنو يجاوبها؟ يقول لها: يا ريت كنت نتيجة، يعني شهادة، وأبدلها كل عام. يضحك المجتمع، والمجتمع فرحان، والنساء ينقلوها من واحد للآخر. إذا نكت عن الزوجة النساء ينقلون، وإذا نكت عن الزوجة الرجال تنقل. هذا تشويه للأسرة، تشويه للزوج، تشويه للزوجة. هذه نقطة. إذا فتحنا التلفزيون، هذا الإعلام المشوه اللي دا يصل أدمغتنا، إذا فتحنا التلفزيون صرنا نباوع هالشيء، نشوف مثلاً مسلسل، مسلسل هم مسلمين كليتها بيها، لكن يشربون، صار الشرب كلش عادي لأنه مسلمين ودائماً تطلع هذه، وصار الحمل الغير شرعي كأنه ما عادي. إذا شنو دا يصير؟ دا يصير هدم عن طريق إعلام هو أكبر قوة وأكبر حرب علينا. فشلون أنا أكون ذكي حتى أستفيد من هاي الأمور وأطرح الأمور السلبية؟ إلهاء الناس بالماركة العالمية، ده يومية طالع ماركة، يومية طالع موديل، هاي كلها الوسائل تهدم شخصية الإنسان، خليه ينتهي وينسى علاقته بالله سبحانه وتعالى. فقط يريد يومية على الانستغرام خال المرأة، تشوفون انتم كثير من البنات خال انه شنو سوى، شنو زوجها جاب لها، شنو كذا، هاي كلها تخليها، وكثير من الناس دي يشوفوها هي ملتهية بيها. اذا الماركة والموديل ويومية تليفون، صف التليفون لما يطلع التليفون للايفون يقولون الصف مالته ما له، يعني ما له حدود. زين لانه هو طلع الايفون كذا، طلع الايفون كذا، طلع التليفون. خلاص الوقت ان شاء الله احاول انهي. اذا انفتاح التكنولوجيا ووسائل التواصل هذه خلت ابتعاد عن المفهوم الديني، عن اخذ المعلومه الدينيه. واكو ناس للاسف الشديد، دائما انا انبه اخواتنا العزيزات خاصه هم اللي يمارسون هذا الشيء، الواتساب صار يومية أدعية، يومية الرواية الفلانية، وإذا هاي الرواية ما سويتها، وإذا هذا العمل ما سويته راح كذا يصير، وإذا سويته راح تحصل. هذا هدم للدين وإعماء للفكر وإبعاد عن الدين، هذه كلها أمور يشتغلون بتعليمه. ما بعد ما عندي وقت حتى أذكر طرق نعم طرق العلاج، انه انا كيف اعالج هالامور، ولو انا ذكرت بعض المفاهيم بسلبيتها وبايجابيتها، لكن بشكل عام طرق العلاج فرديه مثل ما قلنا، وهناك طرق علاج جماعيه انا ما اقدر اسويها وحدي. اذا بس راح اعددها بس. نعم، اهم خطوه هو ان يعرف الانسان لماذا خلقه الله، الهدف من الخلقة. إذا عرف الهدف من الخلقة راح تنتهي كل الأمور. ليش؟ لأنه راح يوعى شنو يريد، شنو هدفه بهذا الحياة. أن يكثر من الوقوف في المحطات الإلهية، يكثر حتى يصقل شخصيته، حتى يبتعد عن موارد الانحراف. المؤسسات أتمنى لو تفتح المجال حتى لو كان بالأسبوع مرة أو بالشهر مرة للشباب، بدل ما يروحون للمقاهي هنا يقعدون ويتكلمون، ثم تبرمج هذه الجلسة بشكل جيد. إنشاء قنوات وبرامج تحفيزية مثل عندنا اليوتيوب، هسه الإنسان وحده يقدر يفتح باليوتيوب قناة، بالتليجرام يقدر يفتح ويسوي برامج مفتوحة بالفضاء، مو شرط أنه تكون بالمساجد أو تكون بالمؤسسات، بالفضاء. مولد الرسول كل جميل إذا سووه بشكل جميل بالفضاء خارج هذه المؤسسات. بالنهاية الغرب التفت إلى هذه المشاكل، إلى الجرائم، إلى الجناح اللي تصير، فبدأ يسوي برامج
كلكم يمكن تعرفون برنامج الـ NLP، البرمجة اللغوية العصبية، برنامج التنمية البشرية، حتى يفرغ الشحنات عند السلبية عند الإنسان حتى يبتعد عن الجريمة نوعا ما. احنا نحتاج إلى تشذيب الدين، احنا نحتاج إلى بناء مبلغين وخطباء يتواصلون ويا عقول الشباب. ما نحتاج خطيب يقعد يسقل مثل ما ايام زمان كنا نقعد قبل سنوات نقعد نسمع المحاضره حتى لو ساعتين. هسه الشاب ما يقدر يسمعها ساعتين، اعطيه محاضره 10 دقائق، زبده المحاضره اعطيه 10 دقائق وافتح له المجال حتى يناقش وانزل الى مستواه. نحتاج الى هذه الامور. الله سبحانه وتعالى بعظمه جلاله قال لموسى عليه السلام حينما أرسله إلى فرعون: اذهب إليه وقولا له قولا لينا. احنا عندنا خطباء ينفرون من الدين، عندنا مبلغين ينفرون من الدين، يضوجون شباب ماكو. ليش الشباب ماكو؟ لازم أعرض عقلية الشباب حتى أنزل إلى مستوى. وأخيرا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. شكرا للأخت الكريمة أم نور الدين على هذه الكلمة وهذا البحث القيم الذي تعرضت فيه لأهم أسباب الانحراف والتراجع، تراجع الالتزام عند الإنسان سواء على المستوى الذاتي أو العوامل الخارجية. وتطرقت في نهاية الحديث إلى بعض سبل العلاج، والموضوع كبير حقيقة يحتاج إلى وقت، ولكن حاولنا أن تكون هناك إدارة وإشارة إلى أهم العوامل والأسباب وسبل العلاج، لعل الله سبحانه وتعالى يهيئ الظروف لمعالجة هذه الظاهرة. الكلمة الآن لسماحة الشيخ الدكتور الزهر المصطفى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتقدم بالشكر إلى مؤسسة دار الأبرار على إتاحة هذه الفرصة واختيار مثل هذا الموضوع والموضوعات الأخرى ذات الأهمية البالغة في حياتنا الاجتماعية. كما أشكر أختي الكريمة الحاجة أم نور الدين على هذا العرض، وإن كان الوقت لا يسع حقيقة لمناقشة مثل هذا الموضوع بكل تفاصيله، لكن لا يترك البيسون بالمحصور، وقد أجادت في تصوير بعض النقاط. في ظل هذا الموضوع، موضوع الزهد في الحضور وعدم وجود الدافع لدى العام الأغلب بشكل عام، لا نتكلم بالمطلق، إنما هناك ظاهرة مثل ما فرض سماحة أخي أبو مهدي أنه ظاهرة العزوف عن الحضور وعدم التفاعل مع الفعاليات الإسلامية، إلا ما ندر في بعض خصوصيات كمحرم مثلا او حدث كبير، لا تشوف اكو نماذج تجي، اكو ناس تجي. حقيقه لابد من تشخيص الواقع، اذا شخصنا الواقع والسبب العلاج يسهل. انه ليش هاي الظاهره تصير؟ طبعاً أن هذه الظاهرة تصير وراح تكون، قد تكون ظاهرة متميزة في الوسط الاجتماعي، خاصة نحن ما نريد نوسع القاعدة مع هذه الظاهرة، لأنه أينما نجد أن هناك
إقصاء الإسلام عن وظيفته الحقيقية ترى تصير هاي الظاهرة هسه سواء صارت في الغرب أو صارت في البلدان الإسلامية. من أتكلم لا فرق، لا أريد أن أقول أن الإسلام بخير في مواطننا الإسلامية، بالعكس أن هناك إقصاء للحالة الإسلامية والركب وراء الأنظمة المالية المادية المدنية وهكذا، إلا في بعض البقع الإسلامية اللي شاهد فيها أكو فرق تمسك بالحالة الإسلامية وهم مو كلش واضحة. يعني احنا الأمر المبتلي به هنا في الغرب لا أخص بريطانيا أو بقية المناطق، إنما الحالة الغربية بأجمعها. الحالة الغربية مسك زمام الأمور والتوجه والتنظير بيد الغرب، وإحنا مو في مجتمع منفصل عن الغرب، لا، إحنا في داخل هاي المؤسسة الغربية الكبيرة، إحنا وأبنائنا وأعمالنا ولغاتنا وخضوعنا للقوانين وتعاملاتنا المادية ضمن هاي المؤسسة الكبيرة، مؤسسة غربية عم طوع. أنت هذا الطفل ساعة 9-8 توديه بيدك وتسلمه لهذه المؤسسة التربوية اللي تستلم منك من ساعة 9 وترجع لك إياه ساعة 4 خامي. هذا الديلاب الكبير، الديلاب التربوي والتعليمي، إنما يخضع للمؤسسة، مؤسسة والإنسان إفراز هذه المؤسسة. أعتقد كان أكو فرد شعار هنا أو مقولة تتردد، وخاصة إخواننا اللي سبقونا في الهجرة يعلقون على موضوع أنتم المهاجرين، أنتم كجيل أول فلتوا، ما راح نقدر، لأن أنتم جايين بأفكار وثقافات وكذا مشيخين. الجيل الثاني إن بحصة، لكن الجيل الثالث غصن ديكم، سمعانينها ولا لا؟ الجيل الثالث منهم الجيل غصن إيديكم، غصن إيديكم. ليش؟ لأن هذا يتفتح في واقع هذه المؤسسة التربوية والواقع التربوي وأقول الديني أيضا، ويبدأ يعيش عن واقع أسرته وتعلقاته، رغم أن هناك بعض الأسر تحاول أن تسد الشاغر بطريقة أو بأخرى، بس وين الأسرة من المؤسسة؟ أين التعليم الأسروي من التعليم الدولي للمؤسسة الغربية التي ارتبط بها الإنسان المسلم وأخذ يتأقلم مع هذه المؤسسة ويتحول إلى واقع غربي؟ بل البعض من هؤلاء أصبح ملكي أكثر من الملك، تلك الموضة أول ما تصير عنده، الفكر أول ما يصير عنده، قصة الشعر أول ما تصير عنده، البنطلون الممزق اللي ما يسوى لعانة كنا نطلع بيه ما يصير، هذا يذهب بالزبالة، أصبح لا، هذا لباس الشهرة، هذا وغالي زين، ويتسابق له الشاب والشابة موني. هاي شغلات احنا كل ندركها حتى نعرف شلون نشخص الواقع اللي احنا فيه. ولذلك تشوف ان الدولة الإسلامية، انا اتكلم عن الدولة الإسلامية في جانبها النظري،
لا في جانبها الواقعي الآن، وحتى الدولة الإسلامية سواء في إيران أو في مناطق أخرى هي تسعى لمؤسسة الدولة الإسلامية علها تصل إلى ذلك العنوان. الإمام الخميني الله يرحمه عند تعليقة حلوة قال أنتم تقولون إحنا حققنا حلم الأنبياء، لا حمي، إحنا في الطريق إلى تحقيق هذا الحلم. نعم إحنا ندعي أنه إحنا مسلمين وإن أساليب حكم ونحاول أن نرسم الحكومة الإسلامية، لكن حتى نطبق الحكومة الإسلامية بكل أبعادها يحتاج لنا إلى وقت. ولذلك تجد أن الحكومة أو الدولة الإسلامية هي المعيار الأساسي في تربية الأمة. أهم قضية عندنا في الدولة الإسلامية واللي كانت حلم الأنبياء، وما من نبي إلا وكان يحلم بإنشاء الدولة الإسلامية، لأن الدولة الإسلامية هي الراعية للأمة والمربية للأمة والموجهة للأمة ضمن مقاصد كثيرة، سواء عندنا يسموها مقاصد الشريعة أو عندنا يسموها القواعد الفقهية أو ما شاكل ذلك. هذه من القضايا الأساسية، قمة ما تصل إلى الحركة الإسلامية هي إيجاد الدولة، والدولة هي التي تضبط المجتمع وتسير المجتمع ضمن هذه المفاهيم. فالحاكم الإسلامي عندنا في الإسلام مو فقط سلطة تنفيذية، لا، سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية تربوية. يعني الحاكم منفذ لحكم الله ومربي وراعي لمقاصد الشريعة وتطبيقاتها وتكييفاتها في واقع الأمة، يراقب الأمة. هذا وين يحصل؟ يحصل بالغرب ولا بلدان. ولذلك قيل سابقا قاعدة عند الفقهاء الكل يعرفوها، تحرم الهجرة، يحرم السفر إلى دائرة الكفر، لا هجرة، لا تعرب بعد الهجرة. هذه من القواعد الفقهية، لا تعرب بعد الهجرة، يعني إذا تحققت الدولة الإسلامية لا يجوز للإنسان المسلم أن ينتقل من هذه الدار إلى دار تعرب. دار تعرب يعني ليس فيها دولة إسلامية، ولا يستطيع هذا الإنسان في هذه الدار دار تعرب أن يعبر عن مفاهيمه وممارساته وسلوكياته الإسلامية بالشكل المطلق، فحرمه هذا المعنى. الهجرة إلى بلدان التعرب لا يجوز، وكثير من الفقهاء يعتبرون أن الغرب بلد تعرب. لابد أن تشوفون أكو فتاوى كثير من الفقهاء وقف موقف متحفظ من موضوع الهجرة، بس خلالها شروط. إذا استطاع الإنسان أن يحافظ على نفسه وأولاده وتربيته وتربيتهم، نعم جاز له ذلك. وإلا لو لاحظ الانحراف على نفسه ولا يستطيع مواجهة الواقع وأن الأولاد بدأوا ينحرفون، تحرم عليه الهجرة. شوفوا الإنترنت وشوفوا فتاوى الفقهاء في هذا الموضوع. وبعض الفقهاء طبعا يتوقفون عن هذا المعنى، لأنه يدرك إدراكا حقيقيا أن موضوع التواجد في الغرب لابد أن تنتقل مرض الغرب ينتقل علما إلى هذا الإنسان لأنه يعيش في هذا الجو. فهذه عدوى الانخراط في الواقع الغربي لابد أن
يشمل الإنسان خاصة الأولاد اللي هم في مقتبل العمر والذين انخرطوا في مؤسساته الفكرية والتربوية. فقط عن هذا أخوة، احنا ما عندنا قصة سحرية حتى نحاول أن نجعل هناك مؤسسة توازي المؤسسة الغربية لحفظ الأولاد. هذا ما موجود. واحد إذا يكون واقعي هاي ما يقدر يحققها أبدا. نعم احنا عندنا كم مادات مثل ما أشارت أخذنا أم نور الدين، كم مادات العائلة والغنى شوية والخطابة والمؤسسات الإسلامية، خلي تسوي لها كم فعالية علها تسد بعض الشاغر، ولا مو كل شاغر، الشاغر ما يمكن سد أبدا. ليش؟ أنه ديلاب الغرب ديلاب يلف الواقع بأسره، وانت غصبا عنك تشوف أن هذا الطفل يتربى على هذا الواقع تربية حقيقية. هناك مؤسسة تجعل من هذا الطفل ينشد إلى المؤسسة التعليمية والتربوية أكثر من انشداده علما للأبوين. وهذا الطفل من يصير عنده مثلا هاف تيرم أو عضلة أو شيء يضوج لأنه ما شاف هاي المعلمة اللي هي تحيطة بالرعاية، وبعض الأولاد يقولون يحبون معلمتهم أكثر من أبويهم، لأن أكو مؤسسة تحرص على هذا الانشداد. وهاي القضية طبعا هو أول ما انتبه لها الإسلام والدولة الإسلامية في واقعها العملي، أن الحاكم هو الأب للأمة ومؤسسات الدولة الإسلامية هي الراعية للأمة ولأولاد الأمة ولمشاكل الأمة. ولذلك تنشد المجتمع الإسلامي الصالح زين بالجانب الفكري أو العقائدي. شنو الموجود في الغرب؟ أكو غيب؟ أكو سماء؟ هذا ضحك على الذقون. تتعال زمك فد غربي ولا ها شو تفكر؟ أرض؟ مادة مادة الجانب المادي. أكو شيء اسمه غيب أو إله أو كذا؟ حتى في الفكر المسيحي الإيماني أنزل الإله إلى الأرض وأصبح عيسى هو الإله، كله من صنع الأرض، وعيسى ابن الله هو الله أو الثالوث أو ما شابه ذلك. كل الواقع المادي اتكهرب بهذه الذهنية، وتعال قلنا لك مسيحي أن هذا موشكل وعيسى ما له علاقة وهذا بصفة بشرية زين ورجل يموت وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام يضربان في الأسواق أبدا. من ذاك التاريخ لا هو رب العالمين جيب حطه. هاي النظرة المادية تعملقت هذه النظرة هنا. فبعد ياتي ماكو شيء اسمه دين، ما أكو مؤسسة تحرص أن تشكل ثقافة الإنسان وفكر الإنسان وواقع الإنسان على الحياة المادية البحتة، وأن كل ما يعمل الإنسان ينسجم مع هذا الفكر. تقدر تقول له هاي الخمرة أجلكم الله اللي تشربها حرام؟ شلون؟ يقول لك شنو؟ حرام شنو؟ ما يفهم أجل. أو هاي الإمرأة العارية في الشارع هذا حرام كنت تلبسين الحجاب؟ فشي غريب هذا عندهم. ولذلك الإنسان الغربي ما يعيش ازدواجية في فكرة، منسجم مع طبيعة الثقافة اللي يعيشها. شرب الخمر حلال عنده، محروز، ازدواجية ماكو. ولذلك من يشوف هذا الشاب المتدين بعض شبابنا واللي يناقشون نتيجة تربيتهم الإسلامية يعانون من هذا القضايا ويستغربون أن هذا
هذا يشحرها يشحرها، لأنه ما عنده هاي الذهنية. يقول حتى أنا إذا عندي أخطاء وعندي كذا وعندي الشكل، أنا ما مسؤول عن هذه العمليات. عيسى عليه السلام انقتل وسوف يوظف دمه لإنقاذ الإنسان المسيحي، ما عندي شيء. إذا خربط كل حياته وكذا يحتاج في 10 دقائق يروح يم البابا بالكنيسة ويقعد على كرسي الاعتراف ويغسله ينظفه ويقول روح الله وياك دخلت الجنة. هذا على فرض أن يؤمن هو بوجود عالم غيب وجنة، وإلى حالة الإلحاد متوفرة في العالم الغربي بشكل مطبق، خاصة هاي المذاهب اللي تصير مذاهب مادية، وحدث ما شئت من هذا الواقع. فإذا احنا إذا شخصنا المشكلة في واقعنا العملي وأردنا أن نضع الحلول، لازم من خلال النظرة الحقيقية لمعرفة الواقع الغربي كيف نعيش به وكيف نتحرك به وكيف نوازن بين هذا الواقع وواقعنا. زين احنا شو نحتاج إلى جهود أساسية حتى يتعلم الأولاد من البنات والبنين في هذه المؤسسات الغربية ويبقى محافظ على ثقافته الإسلامية وحضارته الإسلامية. شو وقت شلون يقدر يوازن بيه؟ هاي قضية تحتاج إلى انتباه وتحتاج إلى صبر وتحتاج إلى مؤسسة تستطيع أن تكون شبه المؤسسة الغربية لحفظ الأولاد والبنات من هذا الواقع. وقطعاً أن العائلة بمفردها لا تستطيع أن تقوم بهذه القضية. كلكم آباء أبناء عندكم وبنات عندكم. وبالأخير لما يشوف نفسه ويعجز أمام ابنه على هذه القضية يختلف معه. نحذرها ولا لا؟ مو أكو حالة تمرد؟ حالة تمرد تصير على العائلة. ليش؟ لأن هذا يصير ابنه على الطريقة اللي هو يفهمها، بينما هذا الابن يستغرب ليش هذا أبويا أو أمي ما يخلوني مثلا أحضر الاصطفاف الصباحي أو السباحة المختلطة أو الميوزك هاي الطفر العدوي وما أدري منو كذا وما أدري شو يسوي. ليش يستغرب؟ ليش؟ لأنه هذا متأثر بقضية الحرية التي منحها الغرب لأفراده ولأبنائه، وهي الحرية التي لا تقف عند حدود لأنها لا تمتلك المحتوى، فقط إطار فقط حرية، أما محتواها شنو؟ صفر. ولذلك طوقت هذا الإطار، طوق الإنسان الغربي، فأصبحت الملذات والشهوات تسيطر على الإنسان وتسيره بالاتجاه الانحرافي ولا يتخلص منها أبدا، فصار مضطر لأن يكون ملك هذه الشهوات والانحرافات. والدولة إما تحاول أن تفتح له مصاح أو ما شكل ذلك، أو تحاول أن تخلصه لأنه هرب إلى السكرات والمخدرات والحشيش وما شاكل ذلك. وإذا عجزت ماذا تفعل؟ تشرع له هذا الانحراف. عندما تقف الدولة طبعا بالغرب كل هذا الشكل أمام ظاهرة مثلا الانحراف الجنسي وبأنواع اللي أنتم تعرفوها، ما قدرت، أو الخمر ما قدرت، وحتى التدخين ما قدرت. والله شنو كاتبين بالمحلات العامة دون ال 15 من يشتري سجاير؟ هي هذا قانون؟ هذا 50,000 واحد صديقي 16 يشتري ويبي، فالمشكلة هي هاي. فتشرع له،
تشرع له هذا الانحراف وتشرع له هذه الشذوذية. ولذلك يقف الإنسان المسلم الذي يعيش على هذه الأرض وفي هذا الواقع موقف المندهش، ماذا يفعل؟ أولاده بالجامعة، أطفاله بالنيرسري أو الابتدائية أو الثانوية ومرتبط بهم، المؤسسة أكبر منه، وإجانا دور هاي الطريقة الجديدة مالت الكمبيوتر وهذا الجني الإيميل والآيفون وعدد ما شئت من هاي الشاشات الصغيرة، وتشوف هذا الطفل منشد إلى عملية هاي الشاشات بحيث لا يقدر يشوف أمه ولا يقدر يشوف أبوه ولا يقدر يشوف هذا، بس يأكل لقمة إذا هذه وراح سرح ويا من ويا الكمبيوتر ماله إلى أمين دوخ. وين يشوف هذا؟ إيش تحكي ويا؟ تقول له هذا يجوز أو ما يجوز كذا بالشكل. طبعاً هم هم مبتلين مثلنا، مبتلين أكو مستشفيات في الحطب الصيدلي الآن لمعالجة عملية الافتتان بالكمبيوتر، بس مو كل الناس تقدر تعالج في هذا الموضوع لأنه مكشفية $50. فالصيني وين يدفع إذا حدا 3-4 أولاد أو 2 أو كذا، ويروح يدفع له فد ورقة أو ورقتين ما شكل ذلك، وبعدين حتى يعالجون الأولاد أو المصحات النفسية أو ما شكل ذلك. لأن المؤسسة من تتوغل في داخل الواقع الاجتماعي تصبح قضية خارج السيطرة، ولا بأس هم نأخذ أمثلة من واقعنا المتردي في الدول العربية، والعراق ما شاء الله صار هو النموذج لهذه الأمثلة. تدرون أقوى مؤسسة عندنا في العراق من أكبر مؤسسة فاعلة وناجحة ومؤثرة؟ فساد، مؤسسة الفساد، فساد المادي أو الأخلاقي، هي أقوى مؤسسة. ليش؟ لأن هناك من ينظر لها، تحولت إلى مؤسسة، تحولت إلى ثقافة، السرقة ثقافة، الضحك على الآخرين ثقافة، الاستيلاء على أموال الناس ثقافة، أخذ أموال الفقراء ثقافة، مؤسسة، صارت مؤسسة، فصارت أقوى مؤسسة عندنا. بقيت المؤسسات الاجتماعية الأقيمة، التعليم انحدر، الجامعة انحدر، موقع الأستاذ انحدر، كنا احنا ذا شكرا، المعلم بالرأس الشارع ننزل. لأنه نحترمه ما نقدر نشوفه، هسه يبسطوه بنص الصف، المدرس يبسطوه، طالب يعتدي عليه، يعتدي على مدرسة، على معلمة، زين أستاذ الجامعة مسوينا خردة ما له قيمة، سقوط ماكو، عد سنوات ونجح وخذ شهادة، إذا ما عجبتك روح لمريتي. عجيب. الحوسة متار سلولاية من كل جانب ومكان يا مؤسسة. احنا اخواني اذا ما نحول افكارنا ومنطلقاتنا الى مؤسسات لا يمكن ان نسد هذا الشاغر، وعلى اقل تقدير العطب الموجود نقلل منه. انا ما اقول احنا راح نحل المشكلة وكل اولادنا نستطيع أن ننقذهم من هذا الواقع الغربي، هاي شيلوها من بالكم، لكن على أقل تقدير، على أقل تقدير زين شوف الموت حتى يرضى بيش بالسخونة، جزء من هذا الواقع أنت كنت سدة، وهذه لا عائلة بحدها تقدر تسويها، ولا مؤسسة أبرار أو دار إسلام أو كذا أو خوئية أو مركز إسلامي أبدا، وإنما تحتاج إلى جهد كبير
الجالية بأجمعها هي مسؤولة عن هذا الواقع لتحويل أفكارنا إلى مؤسسات. عندنا مؤسسة للزيارة وللشعائر، مؤسسة سمعتوش ليلة الكومورتي، ليلة الولادة يشتغل الرجس والدفوف والكذا. زين، أي مؤسسة عندنا تستطيع أن توجه هذا الشاب أو الملايين الزائرة اللي تذهب لزيارة أب الشهداء الحسين عليه السلام وتستفيد من هذا الواقع تتحول لمؤسسة؟ لو احنا كلنا نعالجها بيش بالعواطف. انت بدك تحكي على الشعائر، اذا انت شوف شنو لو حزبي لو كذا لو ما ادري شلون، ما تحترم الشعائر. يا شعائر اللي يحترمها، الشعائر اللي تكون وسيله لافساد الانسان والابتعاد عن الواقع الحقيقي الاسلامي. احنا كل مفاهيمنا كنا نخضعها للفهم المؤسساتي. المسجد مؤسسة، وين الصلاة تتحول إلى مؤسسة حتى مثل ما يقول يتشبع بها هذا الإنسان ويصير عند الدافع للعلاقة بالصلاة، دافع للعلاقة بمراكزنا الإسلامية. ليش؟ لأنه قاعد ينبني على أساس صحيح ولا يفرط بهذه القضية. وانتم تذكرون انه في اول الايام مراكزنا ما كانت بهذه السعه. اكو عندنا مجتمع، مجتمع عندنا واضح، وشبابنا ما شاء الله ايضا كان لهم دور كبير في هذه القضيه. بس بمرور الزمن غابت المؤسسه الاسلاميه من واقعنا، وان كانت على مستوى فردي او اجتماعي. هسه ما نريد نسوي مؤسسه على مستوى دولي، احنا ما نقدر ما نسوي دولي، بس نقدر نحول مشاريعنا الاسلاميه الى حاله مؤسساتيه. اذا هاي قدرنا نسويها، هذه يحتاج لها الى جهد ويحتاج لها الى رموز ويحتاج لها الى تعاون في اوساط الجاليه بكل فعالياتها لمعالجه هذا الواقع الذي اشرنا اليه، لإنقاذ جزء من هذه الحالة الانحرافية أو الزهد بنشاطاتنا وتلقين أولادنا بعضاً من مفاهيمنا الإسلامية. على الأقل يكون هذا الإنسان مسلم بالدرجة الأولى، هذا أهم شيء يبني ثقافته على قاعدة إسلامية وليست قاعدة غربية. أنا عندي حديث طويل في هذا الموضوع، وحكمي حكم أخذنا منه أيضا الوقت لا يسعفنا في ذلك، ولكن هذه يحتاج لها إلى ندوة موسعة وإلى اجتماعات موسعة تشترك فيها كل المراكز الإسلامية لتحويل مفاهيمنا الإسلامية إلى ظاهرة مؤسساتية، يعني مؤسسة مفاهيمنا الإسلامية بكل أبعادها. إذا خرجت عن دائرة المأسسة صدقني حتى الصلاة يقوم يأديها من وراء خشمة. كبيرنا وصغيرنا، ها خلي يصير واضح، إسقاط واجب. وهاي قضية واي خطرة في واقع الجالية. وبعدين الإنسان لا سمح الله قد يفقد دينه أو يفقد أولاده. فنسأل الله أن يوفق الأخوة العاملين في هذه القضية، وأن يصير هذا الموضوع هو محل اهتمام لكل الأخوة والأخوات وإعطاء آراء وأفكار والاستفادة من التجربة الغربية في هذه القضية. على الله سبحانه وتعالى أن يؤدي بنا إلى أن نحقق بعض الواجبات. شكرا لسماحة الشيخ دكتور البندر.